حياكم الله وبياكم سادتي الكرام، ونعود معكم من جديد بعد فترة شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الحاج الأستاذ يلماس شهباز أبرز النجار، حياكم الله وبياكم، قائد محور الشمال في الحشد الشعبي. الله يحييكم. حياكم الله أستاذ يلماس. قبل أن نبدأ الحوار معكم لنتابع هذا التقرير عن الملف الأمني ونعود سادتي الكرام، نتابع التقرير ونعود. بوتيرة متصاعدة ودون توقف، القوات الأمنية المشتركة بتشكيلاتها كافة تواصل شن عملياتها الاستباقية موجهة ضربات مجاعة على بقايا داعش الإرهابي. قيادة العمليات المشتركة أكدت تدمير مواقع للإرهابيين في جنوب الموصل وصحراء الأنبار من خلال جهد استخباري فاعل ومؤثر. العمليات النوعية اللي نفذناها سواء قبل شهر رمضان أو أثناء شهر رمضان أو حتى الآن نجحت نجاح كبير في تجريد الإرهابيين من إمكانياتهم وقدراتهم. الشيء المهم في هذا الموضوع هو تجريد الإرهابيين من الأكداس العتاد وكذلك العبوات الناسفة التي كانوا يحاولون أن يستخدموها أثناء عملياتهم الإرهابية. أيضا نجحنا بالوصول إلى مضافاتهم اللي كانت تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات اللي حاول التنظيم الإرهابي استخدامها، سواء ما قدمه الرد السريع أو ما قدمته الوكالات الأمنية والاستخبارية في الموصل، في الحضر، في صحراء الأنبار. المخططات الإرهابية لبقايا الإرهاب والتي كانت معدة للتنفيذ أحبطتها الأجهزة الاستخبارية بعمل استباقي ناجح لمديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني حسب تأكيدات خبراء ومتخصصين في الشأن الأمني. جهاز الأمن الوطني أحبط غزوة رمضان في الطارمية عبر كبح جماح مجموعة تتألف من 6 أفراد كانت تنوي تنفيذ عمليات في داخل بغداد وفي خارج بغداد. كانت الاستخبارات العسكرية تمخر عباب الصحراء وتضرب الإرهاب بمفاصله سواء كان في غرب نينوى أو كان في مناطق ما بين صلاح الدين وكركوك. لذلك مديرية الاستخبارات العسكرية هي والأمن الوطني نجحتا في إحباط وفي إجهاض ما تسمى بغزوة رمضان لداعش. وقد كثفت القوات الأمنية من عمليات الملاحقة لبقايا العصابات الإرهابية ونجحت في تدمير أوكارها وقتل قيادات إرهابية بارزة في ديالى وكركوك والأنبار. حياكم الله مجددا وأهلا وسهلا بكم أستاذ يلماز. أستاذ يلماز، نهنئكم بعيد السعيد. هذا العيد يعني ما شاء الله العراق ينعم بالأمن والاستقرار وخاصة المناطق التركمانية التي تحررت من براثن للعصابات الإرهابية داعش، تل عفر وقرية بشير. هذه المناطق التي ضحت بالكثير من أبنائها وحررت الأراضي بدماء أبنائها، يعني كيف تتابع الوضع الأمني وإحباط غزوة رمضان للعصابات الإرهابية داعش بجهود القوات الأمنية المشتركة وأنتم أيضا كحشد الشعبي وقوة التركمان ضمن القوات المشتركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة. حياك الله. بداية أنا أتقدم بالتهاني والتبريكات لجميع الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إن شاء الله يديم عليهم إن شاء الله بالأفراح وتحقيق الأماني. طبعا كما سمعنا في التقرير أنا كذلك بدوري مشارك في العمليات المشتركة مقر متقدم كحشد الشعبي، نعلن بأنه الخطة الرمضانية قد نجحت بكل تفاصيلها نتيجة التنسيق الموجود من قبل العمليات المشتركة والأمن الوطني، استخبارات الجيش والشرطة. فالكل كانوا حريصين في القواطع اللي يمسكوها. قد بادرنا خلال هذه الفترة بالتحرك نحو العدو، لا نسمح للعدو أن يتقدم. بادرنا تدمير مضافات، قتل عناصر وقيادات من الدواعش، أسر قسم من عندهم الآن لا يزالوا في مرحلة التحقيق. نتيجة هذه العمليات توصلنا إلى جيوب ومضافات مهمة بالنسبة لهم تم تدميرها. راقبناهم ليل نهار ففشلت جميع خططهم بالاقتراب واستهداف الناس الأبرياء في هذا الشهر المبارك. سنستمر على هذه الخطط، وأن نضيف يعني من هذا الموقع نحن في الحشد الشعبي
قطعا قضينا على الدواعش، ليست هناك مضافات ثابتة بالنسبة لهم، وإنما مجاميع يتحركون في وادي البشحمة، في وادي الشاي باتجاه الزرقاء. مناطقهم معروفة، نراقبهم أولا بالمسيرات، الكاميرات الحرارية الموجودة، وارتباطنا مع العشائر المتواجدة في هذه المناطق، لأنه بعد هذه السنين حتى أهالي الدواعش اللي كانوا سابقا ربما يؤون أولادهم، الآن وصلوا إلى قناعة بأنه لا فائدة من هذا الحرب والقتال ضد أهلهم اللي يمسكون هاي المناطق حفاظا عليهم. فالحمد لله الخطة كانت ناجحة، سنستمر نستخدم الآن حرب العصابات، تعلمناها سابقا، الآن درسنا مجامع محددة، نتبع نفس أسلوب داعش في الحوار، قوة الحركة، التدريب العالي، ومتابعة النقاط والاعتماد على المعلومات الدقيقة. طبعا المسيرات تفيدنا جدا في هذه المعركة، هناك تنسيق عالي، بل أصبحنا أقدر، يعني أنا أقول بأنه في العمليات المشتركة كلنا كأنما فريق واحد، يد واحد. المعلومات نعم نتداولها بيننا وطيران الجيش وبقية القطاعات، قوة جوية كذلك. هذه كانت ثمارها الوضع الأمن الموجود. كنا نرجع في ليالي متأخرة من الليل، نشهد الأهالي ثلاثة بالليل أربعة بالليل ما شاء الله موجود بالشوارع، فالتعب كله كان يروح مني ومن جميع القطاعات، لأنه نحس هذا الأمان كان نتيجة لهذا العمل وتقديم الضحايا في المرحلة السابقة، أثمرت إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة من الاستقرار الأمني. سنحافظ على هذه الخطط، بل سنزيد الأعداد في مناطق محددة ونغلق الثغرات الموجودة في حتى لا نسمح للدواعش ومن لف لفهم بالاقتراب من أهالينا. نعم أستاذ يلماز، يعني هناك بعض المناطق التي أشار عليها النائب الأستاذ أرشد الصالحي في مركز محافظة مدينة كركوك بنجعلي، بعض الإرهابيين، بعض الخلايا النائمة أرادت أن تعكر أجواء العيد يعني بزرع أبو ناسفة، وتم ملاحقتهم واصطيادهم. طبعا كما تعلمون يعني كل القطاعات الموجودة لها واجبات محددة. يعني إحنا كعملنا كحشد شعبي ننتشر خارج المدن، داخل المدن من مهام بقية القطاعات الموجودة نعم استخبارات الحشد، استخبارات العسكرية والمدنية، طبعا يتداولون هذه المعلومات، ونخرج مع الشرطة المحلية إن كانت العمليات المشتركة من تكلفنا بواجب داخل المدينة، نخرج بمهام، لكننا بالتالي نمسك خارج المدن. هذه المنطقة بالذات بنجعلي، يعني ربما راح أبوح سرا، يعني المفروض أكو عمل عسكري دقيق راح يكون في المنطقة عن قريب للقضاء على الجيوب الموجودة بهذه المنطقة. ايضا مناطق، في مناطق اطراف قضاء داقوق هنالك ايضا خلايا، وهناك ايضا عمليات القصف من قبل طيران الجيش العراقي استهدفت اوكار العصابات الارهابيه. هذه الاوكار من اين يعني تاتي وتصل اليها يعني المؤن الاغذيه للعصابات الارهابيه؟ نعم، اولا كما تعلمون يعني حرب العصابات حرب صعبه جدا، خاصة في مناطق خاصة يعني الدواعش الموجودين الآن في وادي الشاي، في وادي الشاي على أكثر يعني الاحتمالات. هاي معلوماتنا، معلومات البقية، هناك مجامع، يعني جغرافية وادي الشاي وين، يعني شكد يبعد من وادي الشاي، هي امتدادها من جسر داقو وتنزل إلى تقريبا مقتربات جسر الزرقاء. هاي المنطقة قريبة على قرية غيدة، لا نعبرها غيد اصلا بالبدايه صايره سقيتوا، لا 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 نعبر هاي المنطقه الواسعه، يعني المناطق قريب محدده لصلاح الدين تقريبا من وين طريق طوس خرماتو الى صلاح الدين جسر زم،
هاي المنطقة أولا شائكة وعرة بها هضاب بها جبال العدو الإرهابيين يأخذوها كمناطق استقرار وبعيدة النظر أولا لأشجار الكثيفة الموجودة. نعم قدمت معالجات كثيرة للقضاء على المجاميع لكنها بالتالي بحاجة إلى أعداد كبيرة. الآن وصلنا إلى قناعة بأنه مراقبة العدو بالكاميرات والمسيرات واستهدافهم عن طريق الجو أفضل وسيلة. قلت حركتهم لكن هناك مجاميع الآن يتراوح عددهم بين 45 إلى 85 هي منطقة عبور تقريبا صايرة بين المحافظات الثلاثة. وأحيانا الطوق يكتمل أحيانا أكو ثغرات فيدخلون من هذه الثغرات. يعني هؤلاء الآن السؤال الثاني الفارة من قبائل حويجة أثناء عمليات التحرير مثلا التي حصلت في التحرير هم طبعا أغلبهم ربما أعداد من كان من أطراف حويجة موجودين من أطراف رشاد من داقوم من مناطق متواجدين في هذا الوادي الواسع الكبير. أحيانا يلتحق بهم ناس حتى ربما من سوريا في جنسيات مختلفة. نعم جنسيات مختلفة. الآن قلت هاي التردد لأن نتيجة مشك الحدود بصورة جيدة ينتقلون إلى يروحون إلى ديالة في طبعا احنا نراقب هذا الوضع الموجود لكن المنطقة مثل ما ذكرت هي شاسعة هاي الأعداد القليلة. سألتني بأنه كيف تمويلهم منين. طبعا أكو حواضن في هذه المنطقة أكو قرى مهجورة. أخيرا قدمنا حل لأنه هاي القرى تابعة لعشائر مثل عشائر العبيد وبقية العشائر هناك خطة إن شاء الله مستقبلية لإرجاع الأهالي لهذه المناطق وهي الطريقة السليمة الصحيحة ودعمهم حتى نقضي على هالمجامع القليلة الموجودة اللي دائما تستهدف أهالينا انطلاقا من هذه المناطق. ولكن حتى تأكيدات السيد محافظ كركوك الأستاذ راكان أكد بأنه أغلب القرى مهدمة يعني تحت هي يعني مهجرة يعني أنت حتى لو قرى مهدمة يعني الأهالي من يرجعون راح يصير عمران راح يصير تمام. طبعا سابقا أهالي ما يرجعون لأنه كان تواجد الدواعش كان ظاهري في هذه المناطق. الآن حتى في هذه المناطق يعني يخرجون ليلا في مناطق محددة يتم استهدافهم ويرجعون بسرعة بالتالي أكو حواضن قليلة. نعمل على إنهاء هذه الحالة في خططنا المستقبلية. قدمت عدة خطط كيف تقسيمها توزيعها حرقها وشفنا الحل المناسب بإرجاع الأهالي وتقويتها وخاصة هذه الأهالي في هذه القرى هي تمتلك أعضاء وأفراد في الحشد الشعبي. حشد الشعبي إذن ارجعوا إلى قراكم دافعوا عن نفسكم عن هذه المناطق نتيجة تواجدهم سيكون هم عيون وما ممكن استهدافهم لأنه هم ما شاء الله أقوياء ويملكون السلاح وبقية القطاعات راح يصير تعاون حتى نقضي على البقايا من فلول دواعش وتنتهي هذه الصفحة من الإرهاب الأسود إن شاء الله. القضاء التام على العصابات الإرهابية. أستاذ يلماز يعني قبل أيام سقطت يعني مسيرة أعتقد تابعة للقوات التحالف. دور القوات التحالف في إسناد عملياتكم مثلا طبعا عمل ما في أطراف داخل أعتقد احنا كحشيد وهاي المتواجدين في المنطقه ما عندنا تنسيق وياهم لكن عمليات المشتركه العمليات المشتركه نعم قدهم تنسيق وياهم نعم في فهاي الامور اتصور هم يعني اعلامهم يعني فريق نعم اعلنوا بانه شنو هاي الامور الموجوده. نعم احنا نؤشر احيانا قسم من الطائرات يعني تنزل مجاميع وتفسيرها شنو ربما أكو حلول الأيام القادمة للعمليات المشتركة إن شاء الله تسمعوه من عندهم.
نعم، دور الحشد التركماني، قوة التركمان اللي يعني أعتقد يعني في قاطع آمرلي، في قاطع طوس، وأيضا في سهل نينوى، وفي قضاء تلافر وقضاء سنجار، هنالك اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في يعني تغيير الوضع في قضاء سنجار وطرد وإخراج العصابات بككة من هذا القضاء. كيف تتابعون هذا الاتفاق الذي أبرم قبل أعتقد قبل سنتين في اتفاق سنجار؟ أولا اتفاقية سنجار مقاطعي خارج قاطعي، فالحديث بالتفاصيل ربما لا أمتلك التفاصيل الدقيقة، ليس من مهامي، لكن شيء واحد أريد ذكره بأنه الحشد الآن شكلوا لواء جديد يتواجد هذا اللواء في سنجار. أتصور هذا اللواء سيكون هو الحل المناسب لعدم تواجد أي يعني أقصد أي أستاذ يلماز، بعض الجهات تتهم الحشد بأنه الحشد يمول عصابات بككة وهناك انضمام لبكك من بككة للحشد. أولا الذين يتحدثون بهذا فإحنا أصحاب يعني الدليل، نريد الدليل. الحشد كما تعلمون يعني في الفترة الأخيرة يتم استهداف الحشد، هي اللي نوايا سياسية ونوايا عابرة لبعض الأمور ما أريد حديث عنها. الحشد من الناس وإلى الناس، وإحنا جايين بفتوى من أبناء العراق. حتى أحيانا الحديث نتحدث الآن قانوننا، قانون الحشد على أبواب أن يرسل إلى البرلمان، قانون الخدمة والتقاعد عندنا قانون 40، أما قانون الخدمة والتقاعد عن قريب إن شاء الله سيأخذ مجرى إلى البرلمان، وسيد رئيس الوزراء مشكورا في اللقاء الأخير طالب رئيس الأركان والإسراع بإيصال مسودة القانون حتى يرسل، لأنه هو أحرص. ماذا تضمن مسودة القانون أستاذ؟ نعم، أضاف عبارة أنا أريد أذكرها. نعم، إحنا بالحشد نعتبر حتى قانوننا أعلى من قانون. احنا جئنا بفتوى، والله احنا الفتوى نشوفها فوق القانون، بفتوى. فذول اللي يتهمون الحشد هنا وهناك لاغراض سياسيه، الحشد جينا خدام للناس، ندافع عن المناطق اللي حررناها وسنبقى بها، وندافع عن الاهالي لحين استطباب الامن. مسودة القانون اللي ذكرت استاذ يعني قانون الخدمة والتقاعد، نعم تم مناقشته عدة مناقشات في هيئة الرأي، كان اكو ملاحظات تم تغييرها وارسالها الى مجلس الدولة، مجلس الدولة عنده ملاحظات رجعوها الى الأمانة العامة، قانونية الأمانة العامة، سينظرون لهالملاحظات الموجودة وبتنسيق مع لجنة مشكلة من حشد الشعبي سيناقشون هاي الملاحظات، بعد ذلك سيرسل إلى البرلمان. قطعا نتوقع من البرلمان العراقي التصويت بسرعة على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي. ليش؟ لأنه أولا هو قانون مقارب لبقية القوانين الموجودة، قانون الجيش والأمن الداخلي، بل هو متقارب جدا مع قانون الجيش العراقي باستثناءاتنا، استثناء وضعنا احنا، كان ظهورنا وجودنا ودخولنا للمعركة كان لضرورات، اولا فتوى، ثانيا لأسباب موضوعية كانت موجودة. الآن الجيش العراقي يحس بأنه اكو جيش رديف الى الظهير القوي، الظهير القوي هو الحشد الشعبي، احنا هم كذلك الجيش ننظر إلى الجيش العراقي هو الجيش الرئيسي الموجود ونحن ظهير ومساند له كذلك في كل العمليات، بل نحن نساند بقية القطاعات الموجودة لاستتمام الأمن في كل العراق. نعم، يعني أكو مواليد كبار بالعمر اللي انخرطوا ضمن الفتوى، يعني تفاصيل من هالمواليد، يعني مثلا أكو مواليد كبيرة، يعني هل مشمولة بالتقاعد؟ طبعا هاي القضية دوناها وثبتناها في قانوننا، باقي إن شاء الله البرلمان يشوف. أولا للمستقبل طبعا لا يجوز مواليد محددة، أنت لازم من هذا العمر إلى هذا العمر، ما يصير أكثر مثل ما موجود بالجيش وبقية القطاعات.
أما استثناءنا بأنه الحشد الشعبي هناك أخوة كثر من المجاهدين القدماء آخرين انخرطوا من العسكريين القدماء بأعمار كبيرة ربما الآن تجاوزوا على قانون الحشد هذا السن، فهناك استثناء بقائهم لمدة لحين ما تهيئت كخبراء يعني كوادر تملأ هذه المواقع القيادية المهمة حتى لا يكون هناك خلل في قضية السيطرة والقيادة وبقية الأمور الموجودة في عشان. نعم، بالنسبة للمفسوخة عقودهم واللي حيرجعون مثلا بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يعني عندكم يعني نسبة المفسوخة عقودهم بالعودة مالتهم؟ أولا الموافقات حج فالح ذاك اليوم مشكورا تحدث عن هذا الموضوع، أنا ما أضيف. احنا تم اعطائنا فد رقم، يعني هذا الرقم قسم من المفسوخة قدروا يرجعون والأغلب ينتظرون إقرار الموازنة، فنأمل بل احنا نطمح انه البرلمان من يصوت على قانون الموازنة العدد المخصص للحشد الشعبي نطمح بانه زيادة حتى تعزيزه، لانه عندنا مناطق ربما بحاجة إلى يعني تعزيز عن قطعات عن المصابين مثلا شهداء مصابين، وكذلك حتى لأنه ما دام قانون حتى زيادة عددنا، يعني أكو مناطق شاسعة الآن. مثلا أنا أضرب مثل، عندنا فوج يمسك في جبل محدد في مكان محدد، هذا الفوج منتشر على تقريبا 12 كيلومتر، حالة طبيعية الفوج ما يمسك يعني بالجيش 12 كيلومتر، أقل من هذا العدد حتى لا يصير ثغرات، يعني أنت عندك معاناة، إذا بحاجة إلى تعزيز عدد إضافي، وهذا الشيء موجود إن كان بالحدود، لأنه حشد الشعبي منتشر الآن بالإضافة شمال العراق العدد عدد بالمقاتلين. أيضا لديكم أسلحة وأسلحة متطورة من الآليات والمدرعات وأسلحة الخفيفة مثلا. طبعا الآن نمتلك إحنا كحشد الشعبي نمتلك كل شيء، مدفعيتنا يعني أقول مدفعيات ودبابات دروع، نعم إمكانياتنا ربما نطمح يكون أكثر في الأيام القادمة، لكن هاي الأمور قسم من عندها نتيجة قتالنا مع دواعش سيطرنا عليها، لأنه دواعش كانوا مسيطرين على جزء من آليات ودبابات ومدرعات الجيش العراقي في مرحلة، احنا همراتها احنا تمكننا في مرحلة نسترد هذه الآليات هذه الأدوات، ونعم يعني عندنا هندسة عندنا برادين الآن نستخدمها في قتالنا، نأمل بأنه زيادة موازنتنا حتى نقدر نستورد يعني أسلحة متطورة، لأنه كجيش نحتاج إلى هذه الأسلحة في المستقبل. نعم، بالنسبة لمعالجة المصابين وأيضا يعني رواتب الشهداء. رواتب الشهداء طبعا راتب الشهيد أيوة إنسان شهيد يستمر راتبه مثل ما موجود كأنما راتب يعني يستلم. ماكو إجراءات بيروقراطية يعني عائلة يعني الشهيد يراجع كذا؟ لا أتصور عندنا لجان الآن وعندنا دائرة مديرية تتابع هذا الأمور، الحمد لله لا نحس، يجوز أحيانا في مرحلة صار شوي تأخير، لكن الآن الأغلب يستلمون الرواتب مستمرين الحمد لله، ونأمل بأنه بعد إقرار القانون طبعا الرواتب راح يصير بها حالة صعودي راح يشملهم كذلك. الجرحى طبعا مديرية خاصة الاهتمام بالجرحى إن كان الذين يبعثون خارج العراق أو داخل العراق، اهتمام الطبابة ومديريات معنية موجودة، الجرحى متابعة أمور الجرحى كلهم فعالين في مستشفيات مستقرين يروحون إلى البيوت، فالحمد لله وصلنا إلى مرحلة جيدة من المتابعة والاهتمام بالجرحى. نعم أستاذ يلماز، يعني بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ المهندس محمد شيع السوداني هنالك عمليات إعمار في بغداد وفي بعض المحافظات وأيضا في كركوك ومحافظات صلاح الدين ونينوى، يعني إعمار قوات الحشد بدأت تكثف جهودها في الإعمار، يعني
طبعا نحن في قاطعنا يعني ما داخلين بهالمرحله يعني قبل فتره قبل سنتين ثلاث سنوات في كركوك قمتم بنشاطات. اي نعم الهندسه العسكريه تواجدت في كركوك كان لها مهام. الان الهندسه العسكريه مشغولين في لجنه عليا لاعاده الاعمار في مرتبطين مع مكتب رئيس الوزراء يقومون باعمار مناطق بحاجه لاعمارها بسرعه. في مناطقنا نعم إذا ربما نساهم أحيانا مع بعض الشركات العاملة في تبليط بعض الطرق وتهيئة بعض المكانات يعني أمور بسيطة نأمل مستقبلا من تطور الهندسة العسكرية في المحاور بأنه نساهم مع بقية. أما مساهمتنا الأصلية فعلية في حماية هذه القطاعات العسكرية الهندسية من تعمل في قواطع خطرة نحن عيون ساهرة حتى يؤدون أعمالهم بصورة صحيحة. الجهد الخدمي يعني انتشاره في بغداد مثلا في مناطق التي كانت غير مخدومة يعني انطباعك عن هذه الخدمات التي تقوم بها قوات الحشد مثلا في مركز العاصمة بغداد؟ هسه في بغداد يعني أنا معلوماتي نعم حسب ما سابقا لانه كنت في موقع اتابع الحاج علي الكوفي نعم ابو يعني علي الكوفي يشرف. اللي هو مسؤول نعم. مديريه الهندسه العسكريه ومتواجد في مكتب رئيس الوزراء الان نعم. ضمن فريق اللي يعملون على الجهد المدني. نعم في بغداد في مناطق كثيره كان لهم يعني عمل جبار وشاهدنا رضا الناس من هذه الاعمال تقريبا قريبه للتطوع وفي بصره الان عندهم عمل في العماره اينما يكلفون الان جاي يتواجدون جاي يخرجون باعمال اعمال مع الجهد المدني بل نحن طالبناهم في مناطق محدده في محورنا وعدونا عن قريب ان شاء الله من ياتون الى مناطقنا راح ندخل نتعاون معهم لإعمار هذه المناطق. نعم أستاذ يلماز يعني مخيم جدعة مخيم الهول في سوريا مخيم جدعة في داخل العراق أعتقد قريبة على مناطق تل نعفر في نينوى يعني هناك عوائل يعني حسب ما علمنا أنه بعض العوائل بدأت يعني تتسلل إلى كركوك أو في مناطق مثلا يعني كيف يتم تدقيق هوياتهم تدقيقهم أمنيا مثلا؟ طبعا هي مثل ما خارج قاطعي من أتحدث يعني إذا المعلومات ناقصة لكن زيارة الأخيرة من رحت كان لي زيارة إلى تل نعفر ومن هناك إلى سنجار للقاء مع أصدقاء لنا في هذه المناطق شاركناهم في قضية مطار تل نعفر والعمليات اللي حصلت بعد ذلك في تحرير تل نعفر. اتصور الان وضع مسيطر عليه هذه الاهالي كانت سابقا لها الحريه الان لا هناك تدقيق هويات ومتابعه وانا اريد ارسل منا رساله نعم احيانا نسال احنا الدواعش اجوا في امر لي ارتكبوا جرائم في قرى البيات شاردغلي براوشلي توس قرماتو في داخل بشير نعم. في بشير في تازة ضرب كيميائي تازة استهداف تازة بالكيميائي وفي أطراف كركوك ألطن كوبري بقية المناطق دولة أحيانا كانوا في مكانات محددة يرجعون احنا نريد نرسل هاي الرسالة حتى في تل نعفر وسنجار وبقية المناطق وسهل نينوى عندنا استخبارات قوية مدنية نمتلك المعلومات عن كل داعشي رمى طرقة لأهلنا في هاي المناطق والله ما يرتاح لنا بال إلا ونثأر من هؤلاء قسم من عدهم وصلنا لهم هم خارج العراق نسلمهم للقضاء يعني أما يرجعون مرة ثانية وهاي هذا حلم بس هم إذا رجال يعني ما نشوفهم هم رجال لأنه الرجل ما يستهدف النساء الرجل الشجاع ها ما يستهدف الأطفال والشيوخ على ذكر النساء أستاذ فهم على ذكر يعني النساء. قاموا فخلينا
خلي يصير اطمئنان بينهم، حتى اهاليهم لا يفكرون يقتربون. احنا ما راح نعتدى على الاهالي، لكن اولادهم اذا يسلموهم، اذا يعطونا معلومات حتى نسلمهم للقضاء. غير هاي والله لنا صوله وصوله، لانه ما يرتاح لنا بال الا ونثأر لابو مصطفى ولاولاد ابو مصطفى، ونثأر لعباس شومر، وناخذ ثار بقيه شهدائنا وانقاذ النساء التركمانيات من العصابات الارهابيه. يعني هنالك نساء تركمانيات لحد الان يعني اسيرات لدى دواعش السبايا. إن هاي اهم قضيه جاي تتابع تعدادهم وين وصلن، من اللي كان سبب، قسم من عندهم من يدخلون الحدود وراء لحظات يتم استهدافهم والله، لانه نعرفهم بالاسماء المن ينتمون، يا عشيره من يا عائله، والله كلهم راح نسأل من عندهم. بس اذا هم الان فارين احيانا يحسون والله صار الامان في المنطقه الفلانيه وهي، خلي يرجعون يشوفون. فارجع اقول بانه احنا صح الان امام الامان متوفر في مناطقنا، لكن ما ننسى دماء شهدائنا، ما ننسى التعدي اللي حصل علينا، لا من عندهم ولا اللي ساعدوهم. قسم من الناس ساعدوهم الان يتحدثون على اساس اصدقاء لنا، ساعدوهم في ارتكاب هذه الجرائم كلها، ان شاء الله لها حساب. نعم استاذ يلماز، الاوضاع الامنيه مرتبطه بالوضع السياسي، مثلا الاوضاع السياسيه اذا تازمت الاوضاع الامنيه لربما تحصل خروقات. يعني الوضع السياسي في المناطق التركمانيه، يعني انتم كحشد الشعبي قوه التركمان، وايضا يعني من خلال الساسه ومتابعتكم تواصلكم مع الساسه التركمان، كيف تتابعون الوضع السياسي في كركوك في المناطق التركمانيه؟ وهنالك انتخابات محليه مقبله في نهايه هذا العام. نعم طبعا هناك علاقه طرديه وعلاقه يعني متداخله بين الوضع السياسي والوضع الامني. حالة طبيعية بأنه عندما تسوء الحالة السياسية تصير هناك اصطفافات معينة، واحد اثنين ثلاثة، تصير إلى تأثيرات ميدانية في كل المناطق منها مناطقنا. هاي حالة طبيعية. احنا سعينا بأنه هاي الحالات الموجودة في بغداد أحيانا لا تأثر علينا، ولكنها تؤثر بالتالي في الوضع الأمني الموجود. مثل ما أنا ذكرت، يعني أحد الجهات من يحس هنا صار عنده شوية قوة يتحدث، ها داعشي يصبح بأنه من المغدورين وسووا له إضباره يردون يرجعوا له، وهاي أمور نتيجة السياسة الخاطئة أحيانا اللي جاي نشهدها. نأمل بأنه أساسا يعني لربما هنالك نسمع عفو عام في مسودة قانون عفو عام في البرلمان مثلا أو من رئاسة الجمهورية. قطعا احنا الآن اكو مجاميع موجودة ربما قريبين يعني من عندنا عليهم مؤشرات، أحيانا نرفعها وفترة نراهم يتواجدون لدفاع بعض السياسيين عنهم. هاي أتصور يكون هاي هذا الملف يكون ينتهي يعني، فهي بحاجة إلى قرار سياسي من بغداد. أتصور رئيس الوزراء الآن جاي يعمل بحنكة بهدوء في كل على محاور متعددة، والمحور الأمني من ضمن اهتمامات الرجال، جاي نحس ما موجود. هاي الأمور احنا جاي نعكسها وجاي نراقب، خلي يرجع فلان، وهاي نقدم الدلائل، نعم يتم القبض مثل ما حصل، وهنا كانوا موجودين اجوا في مواقع معينه نتيجه اثباتات الان وراء القبضان يعني بالسجون. هاي الامور هم منعوف عنها، يعني بعض الجهات السياسيه تدعي ان لديهم عنا يعني افراد مغيبين وكذا، يعني هي هاي الامور موجوده، يعني احنا ما مو قمر الربيع تدرون، يعني احنا خرجنا يعني من حرب بالقضاء من حرب الى حرب، من قتال الى حرب، ملفات كثيره موجوده. الان هيئه النزاهه شاهدناها في الفتره الاخيره، يعني عمل جبار موجود يكون نساعدهم، والجهات الرقابيه الاخرى المحاكم عندنا تعاون وياهم. فان شاء الله هاي كلها راح تثمر
بأنه ننتقل بالعراق نقلة مثل ما الآن وضع الأمني وصل إلى هذه المرحلة، إن شاء الله الوضع السياسي هم يصل. ذكرتم الانتخابات، نعم انتخابات خاصة لمناطقنا مهمة جدا. احنا ما نسمح لناس يمتلكون أفكار سابقا هدامة الآن يتحدثون يرجعون مرة ثانية يتحكمون بمصيرنا. لذلك عدنا بأنه احنا نحث السياسيين الموجودين ونحن نقف وراءهم بأنه يتم اختيار أشخاص مناسبين جيدين من كل المكونات يتمكنون من إعادة اللحمة الوطنية إلى كركوك وأطراف كركوك، طوس خرماط وصلاح الدين، حتى لا نسمح مرة ثانية بتكرار ما حصل سابقا من خروقات وإساءات. أستاذ الماز، يعني الأحزاب التركمانية أخفقت في الانتخابات السابقة، يعني خاصة هذه الانتخابات الأخيرة، في إحراز تقدم مثلا على مقعد مقعدين، يعني لربما الجبهة التركمانية حصلت على مقعد السيد أرشد الصالحي في كركوك، وأيضا كم مقعد في تل نعفر، إخفاق كبير يعني حصل في المكون التركماني. هل تتوقع أنه الأحزاب التركمانية تتآلف وتشكل قائمة موحدة تحت يافطة التركمان؟ والله الآن الحديث الموجود وكذلك الحوارات الموجودة مع الأحزاب وامتدادات مع الأشائر بأنه إعادة النظر بما حصل سابقا لنتمكن أولا نحفز الناس، لأنه الانتخابات السابقة حضور الناس كانت قليلة جدا، وهي دلالتها بأنه ربما عدم التفاعل مع الناس بصورة جيدة. الآن أتصور بأنه هناك حراك جيد مع رؤساء العشائر مع المناطق، حثهم الحضور للانتخابات، هذه أولا. ثانيا كثرة المرشحين كانت أحد الأسباب ربما كانت في هذه النتيجة اللي حصلناها. الأخوة في كل الأطراف الآن يعيدون النظر بالخطط السابقة حتى نتمكن في المرحلة الجديدة إن كان مجلس المحافظات أو البرلمان مستقبلا بأنه نقلل من المرشحين، نتحد في الرؤى، وحتى نتمكن بإحراز أرقام قريبة من طموحات شعبنا التركماني. نعم أستاذ الماز، لربما بعض الأطراف تطالب بعدم مشاركة القوات الأمنية في التصويت، يعني تصويت في الانتخابات مثلا. يعني أنا أستغرب من هذا الشيء. هو رجل الأمن أو رجل المجاهد بالحشد الشعبي، هو إنسان يعيش في المناطق الآن وعنده رأي له، يروح يبدأ رأيه، ليش يمنع عن بناء إبداء رأيه؟ هو يبدأ. نعم مرة يقول مثلا رجل الأمن لازم ما يدخل، لازم أكو قانون، ما دام ما أكو قانون بس ليش ما يصوت؟ هو يصوت، أهله يصوت، بالعكس هم ذول الناس من يصوتون. أتصور لأنه كان خيارهم الدخول بالحشد الخيار الصحيح للدفاع عن أهلهم، فحتى من يروحون يصوتون سيصوتون للشخص المناسب الجيد الذي يخدم العراقيين. نعم، يعني ندائك ورسالتك لكل أهلنا خاصة في المناطق التركمانية، إن شاء الله الأمن مستتب، الاستقرار موجود بجهود قواتنا الأمنية المشتركة وأيضا بتواجد قوات الحشد الشعبي. أولا ما بداية يعني كبداية للنهاية شكر خاص لأوائل الشهداء والجرحى، وأطلب من نفسي وبقية إخواني اهتمام بأوائل الشهداء، لأن هم السبب في الوضع الأمني المستقر الآن موجود، وأطالب البقية والأحزاب والشعب التركماني بالتوحد والتقارب والتكاتف حتى والتآزر حتى شلون حققنا الأمن في مناطقنا. أريد أن نحقق الأمن السياسي، نوفر أمن الاقتصاد لأهلنا حتى نتطور في المرحلة القادمة بمستوى. وأنا بالنهاية طموحنا بأن طوس خرمات لازم محافظة، تل نعفر لازم محافظة، والله نحقق حتى لو إحنا رحنا
ورانا اللي لازم نحول طوس قرماطو الى محافظه وكذلك تلافر. نتمنى لكم التوفيق الاستاذ يلماز شهباز ابرد النجار قائد محور الشمال قوه التركمان الحشد الشعبي. شكرا لحضورك معنا. شكرا جزيلا. انا خادم لشعبي لاهلي. عفوا. شكرا لك استاذ يلماز وشكر موصول لكم سادتي الكرام على حسن المتابعه والاصغاء لقيانا واياكم في الاسبوع المقبل ان الله اراد. الى اللقاء.